بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي المقبلين على اختبار القدرات. نكمل معا لبرنامج دقيقة قدرات مع هذا السؤال الهام من تجميعات المحوسب على جزء المقارنة. بيقول هنا قارن بين القيمة الأولى 2 والقيمة الثانية هذا الكسر. طبعا القيمة الأولى جاهزة اللي هي 2، ما فيها شغل، خلاص أتركها كما هي، وأروح على القيمة الثانية أجي على البسط هنا وأعمل له عملية توحيد المقام حتى أقدر أعمل عملية جمع. طبعا هنا المقام 40 وهنا 8، أقدر أضرب هنا في 5 وهنا في 5 حتى يصبح المقام 40. يبقى إذن الكسر الثمن اللي تحت هنا كما هو ما يتغير، أجي فوق أضرب في 5 يبقى المقام هنا موحد 40، هنا هيصير 1/40 وهنا يصير 5/40 يعني 6/40. لما يكون عندي كسرين وعملية قسمة هكذا في طريقة سهلة، أضرب اللي فوق خالص ده في اللي تحت، ثم أضرب 40 في 1، أضرب يلا 6 ضرب 8 هيعطينا 48، وهنا 40 ضرب 1 هيعطينا 40. ممكن أعمل عملية تبسيط كمان، ممكن أقسم على 8، 48 على 8 فيها 6، 40 على 8 فيها 5، 6 هذه فيها كام 5؟ فيها 5 واحدة ويتبقى 1/5. زي ما انتم شايفين القيمة الأولى 2 عدد كامل وهنا 1 و5، القيمة الأولى أكبر وأختار ألف. نقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال القوي وبعد كده نيجي للإجابات. بيقول هنا غرفة مستطيلة الشكل طولها 4 متر وعرضها 3 متر، نريد تبليطها ببلاط مربع الشكل طول ضلعه 25 سنتي، قارن بين القيمة الأولى 180 والقيمة الثانية عدد البلاط. طبعا لحل هذا السؤال هناك أكثر من طريقة، هناخد الآن طريقتين لحل هذا السؤال. طبعا نخلي بالنا إن هذه 4 متر وهذه 3 متر وهنا 25 سنتي، الوحدات مهمة ننتبه لها. لما يطلب مني عدد البلاط أقول كده أجيب مساحة المستطيل على مساحة البلاطة الواحدة، بس هذه بالمتر أحولها إلى سنتي تبقى 400 ضرب 300 وهنا 25 ضرب 25 لأن البلاطة مربعة، أضرب طولها في نفسه وأعمل عملية تبسيط، أقسم هنا على 25 فيها 1، أنتوا عارفين 100 الواحدة فيها 4 25، يبقى هذه كم 100؟ هذه 400، يبقى اضرب 4 في 4 يعطينا 16. بنفس الطريقة على 25 فيها 1، لو كانت 100 هذه يبقى فيها 4 25، هذه 300 يطلع الجواب 12. واضرب الآن 16 في 12 بطريقة سهلة، ممكن اضرب 16 في 10 هيدينا 160، ثم اضرب 16 ضرب 2 يعطينا 32، اجمعهم مع بعض يطلع الجواب 192. زي ما تشوفوا الآن عدد البلاط 192 والجهة الثانية 180، القيمة الثانية أكبر وأختار ب. في حل آخر إن أنا أخلي 4 متر كما هي والثلاثة متر كما هي، كده أنا جبت مساحة المستطيل، وأخلي 25 سنتي ربع متر يعني 1/4 ضرب 1/4، يبقى البلاطة هذه بدل ما اعتبرتها 25 بالسنتي أخليها نفس الشيء ربع متر، ثم أعمل عملية تبسيط، هذه تعتبر مقام المقام، تطلع فوق هنا تبقى في البسط، تنضرب في الأربعة، 4 في 4 يعطينا 16. نفس الطريقة هذه الأربعة اسمها مقام المقام، تنضرب في الثلاثة يعطينا 12، ثم أضرب 16 في 12 يعطينا 192. يبقى حلين مختلفين لكن بنفس النتيجة، وبكده باء الجواب الصحيح. مع هذا السؤال السهل بيقول في الشكل المجاور مستطيل بداخله معين، رؤوس المعين تقع على منصفات أضلاع المستطيل، ومعطينا هنا كمان دائرة داخل هذا المعين. بيقول قارن بين مساحة المعين ومساحة الدائرة. تلاحظوا الآن إن الدائرة داخل المعين، يعني مساحة المعين هتكون أكبر من مساحة الدائرة، وبكده أختار ألف. نلتقي بعد قليل مع تكملة لبرنامج دقيقة قدرات. شكرا والسلام عليكم.